105,000 طالب ينتهون من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية. هذه أبرز الكليات المتاحة. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت منذ قليل في بيان رسمي لها أن 105,000 طالب وطالبة انتهوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد، وده لليوم الثاني على التوالي من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية. وزارة التعليم العالي أكدت أن هناك أماكن خالية في الكليات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وكانت أبرز هذه الكليات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والسياحة والفنادق والطب البيطري، وكمان التمريض والحقوق والتجارة والأداب والخدمة الاجتماعية، وأخيرا التربية والحاسبات والمعلومات. الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن أعمال التنسيق للمرحلة الثانية بتسير بصورة منتظمة وطبيعية ليوم التالي على التوالي، وأن معامل التنسيق بتبدأ عملها من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني. وقال كمان وزير التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثانية هيكون لمدة 5 أيام، واللي بدأت امبارح وهتنتهي يوم السبت المقبل 19 أغسطس الجاري بحد أدنى 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمي، وبعدد طلاب 259,445 طالب وطالبة، وبدرجة 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 90,688 طالب وطالبة، وهيتم قبول 350,133 طالبة بمرحلة التنسيق الثانية. تعالوا نوضح لكم بعض المؤشرات الأولية وليس النهائية لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات. أول حاجة مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية سواء علم علوم أو علم رياضة. كلية العلوم تقريبا هتاخد من 82.43%، وكليات التمريض 69.26%، كلية الزراعة من 68.29%، وكلية الطب البيطري من 86.82%، كلية الحاسبات والمعلومات من 87.07%، أما كلية الإعلام فمن 68.04%، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من 83.41%. تاني حاجة تعالوا نتعرف على مؤشرات تنسيق كليات الشعبة الأدبية. كلية حقوق جامعة الأسكندرية 63.99%، كلية أداب سوهاج 62.92%، أما كلية حقوق حلوان فمن 62.92%، كلية أداب جامعة المنيا 62.92%، أما كلية السياحة والفنادق السادات من 60%، كلية العلوم جامعة الفيوم 61.95%. السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق أكد أنه متوقع أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت المقبل زي ما وضحنا لحضراتكم الموافق 19 أغسطس الجاري. أكد كمان على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر الموقع التنسيق الإلكتروني لليوم التالي على التوالي. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية، استنونا في خدمة إخبارية على شاشة تلفزيون الوطن.